هي منطقة حارة تحريك الموجودة داخل أسوار الضاحية الجنوبية لبيروت. هي المنطقة المعروفة برقيها العالي، أصبحت تئن من تفلت أمني خطير بحسب الكتاب الذي تلقته صحيفة النهار من أهالي المنطقة المذكورة. وجاء في الكتاب: نحن سكان بناية فاضل وحدرج وعوالي والبتول وبناية المكتبة العلمية والنخيل رقم 1 و2 وبناية فواز وعرب وبناية حلويات لاروش وبناية أبو طالب وناصر وبنك عودي. سكان هذه الأبنية نعاني من شلة ذعران مؤلفة من لبنانيين وفلسطينيين وسوريين يؤلفون عصابة تعاطي وترويج ممنوعات وسرقة مولدات المياه والأسلاك الكهربائية والدراجات النارية ودواليب السيارات ومراقبة الأبنية والشقق التي تذهب إلى عطلة الأسبوع وقد تكون عرضة للسرقة. هلأ الوضع الأمني قد تلاشى. في سياق هذا الكتاب الذي يناشدون فيه كل من القوى الأمنية وسائر المعنيين بهذه التفاصيل، تم الكشف عن المكان الذي يقصدونه هؤلاء الأشخاص لترويج الممنوعات بين طلاب مدرسة حارة تحريك والجامعة، قائلين: تصوروا يا سادة أن مدرسة حارة تحريك تبعد حوالي 100 متر وهم هناك يروجون. لم نقف عند هذا الحد في الكتاب المفتوح، حيث تم الإشارة إلى سرقة محل للهواتف مقابل الدفاع المدني، وقبل يومين سرقت أفران شمسين، ومن حوالي شهر أطلق بعضهم النار على شخص من آل ناصر الدين، وكذلك يجمع العمال السوريين ويأخذون منهم قوة. لم يخلو الكتاب من مطالبة الدولة أن تحمي هذا الشارع من هؤلاء الخارجين عن القانون والتحقيق معهم، قائلين: نرجو أن يكون هذا الكتاب بمثابة إخبار للدولة والتحقيق معهم وطردهم من الشارع، لأن الشارع شارع أوادم ومنازل عائلات بحسب ما قاله الأهالي. قد يكون الوضع في حارة تحريك قد خرج عن السيطرة، منتظرين الأهالي أن تتدخل الدولة لإعادة الأمور إلى مكانها الطبيعي وفرض الأمن والأمان على المنطقة.